عند ما تلقي طرابلس مستباحة من قبل من هم خارج طرابلس؟ وأين أعضاء مجلس الانتقال الممثلين عن طرابلس من الأزمة التي حدثت منذ أيام المجلس المحلي ومحاولة الانقلاب عليه؟ وماذا فعلوا؟ إذ أننا لم نرى أحدا منهم يخرج علينا بأي تصريح أو تعليق أو أي مبادرة أو غيره. والحقيقة طرابلس لا تزال في فوضى، ولا تزال هناك انتهاكات وخروقات تحدث بها. هي يعني غير المدن الأخرى، بما أنها هي فيها خليط طبعا من عاصمة ليبيا، والحقيقة تحتاج لمجهود كبير. فمعليش أعطونا ولا لمحة، شنو المجهود اللي قدمتوه وشنو اللي ممكن يكون في الأيام المقبلة؟ شكرا. تفضل. السلام. أولا حتى حقيقة نضل النقاط عن الحروف، لابد أن نرجع إلى الوراء. فكانت قضية تحرير وتأمين طرابلس على طاولة المجلس بمبادرة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وكانت هذه المشروع كان بخطة الحسم سميناها، وأعددنا خطة للتحرير وللتأمين، وفوجئنا بأن هذا الملف اختطف من أناس من خارج طرابلس، وبقوا إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يكون الأعضاء الستة اللي التحقوا في المجلس الوطني الانتقالي كلمة يوما ما للتاريخ. ولكن في اعتقادي أنها جريمة كبرى ارتكبت في حق طرابلس، ويجب أن يأتي اليوم لنتكلم عليها. لا نريد الآن أن نوسع يعني في تفاصيل. أنا أريد أن على الأقل نلتقي نحن الستة ونتفق على ما دار، لماذا اختطف الملف إلى منطقة الخليج، وبقينا نراجع في المجلس الوطني الانتقالي وفي الدكتور محمود، وغيبنا، وسوف يعني تطلع حقائق في هذا الموضوع. أنا أذكر في واحدة من الاجتماعات ذكرت للدكتور محمود جبريل وقلت له لا نريد أحد من ثوار خارج طرابلس أن يدخل إلى طرابلس، ولكن ممكن أن يؤمن طرابلس من خارجه. ووضعنا خطة متكاملة وأعطيناها للدكتور محمود، وبقينا ننتظر الاجتماعات ولم يأتي موعد تلك الاجتماعات. لكن حقيقة هناك ملف آخر وهو ملف التحرير اللي برضو اختطف، وعقدت الاجتماعات والزيارات المتتالية أكثر من 30 زيارة في فرنسا لتحرير طرابلس، ولكن حقيقة الأمر أن طرابلس حرروها أهل من داخلها. وإذا قيل لكم بأن خطة تحرير طرابلس هي فجر عروس البحر فهذا كلام غير صحيح. خطة تحرير طرابلس هي 820-820، وبدت بالتكبير والساعة 28 ويوم 20/8، وبالتالي صراحة لا الاسم ولا الخطة كان لها أي أثر على الأرض. حقيقة أنا كنت في مصراتة في غرفة العمليات المصراتة، ودخلت طرابلس من البحر، وكنت أرصد المخابرات الليبية في داخل طرابلس. حقيقة تم التحكم في مدينة طرابلس الساعة 2:40 صباحا، يعني حوالي 8 ساعات بعد مرور 8 ساعات من بداية العملية تم التحكم. أنا كنت أتصل بمحمد غولة وأتصل بغرف العمليات بأسماء أكثر من اسم في ذلك الوقت، ونسمع في المخابرة تقول بأن الأمر تحت هذا المكتئب يتكلمون، يعني يقول الأمر تحت السيطرة، واتصل بمحمد غولة ويقول لي لا الأمر تحت السيطرة عندنا احنا، نقول له نتصل فيه مرة ثانية نقول له يقولوا هم غرب ننتظر الفجر، معلش يعني الحقائق حتى تعرفونها، بس يقولوا ننتظر هم ينتظروا في الفجر والثوار ينتظروا في الليل. فقلت له شنو بعد مرور الفجر شنو بتعملوا؟ قال لي احنا كل بندقية عليها 4، وبالتالي حتى بعد الفجر بقينا احنا في الشوارع.
وكان الأمر تحت السيطرة. أول واحد دخل طرابلس كان بعد مضي 24 ساعة، أو أول تائر دخل لطرابلس خارج طرابلس 24 ساعة بعد مرور بعد السيطرة كاملة، مش بعد بداية العملية، بعد السيطرة كاملة. تقريبا وصلوا ساعة كم؟ ساعة 3 3 الصبح. وبالتالي كل ما صرف عمل على عملية التحرير من الخارج نريد أن نعرفه، لأنه لم يكن له تأثير على الأرض. هذه واحدة. أما